أنا سأقول كلمة صغيرة وسندع التحفيز اليوم والأسئلة كله لوقت آخر. هذه الكلمة هي أنه لابد أن يقوم الآباء بدورهم في توجيه أبنائهم. دي مسألة في غاية الأهمية، وينبغي أن يتعاون الناس جميعا في توجيه أولاد المسلمين. يعني سأقص عليكم قصة حدثت ونحن صغار. القصة دي كنا صغار، مثلا في أولى ابتدائي أو أصغر من كده، مثلا مش فاكر بالضبط، بس كنا صغار. الوالد عليه رحمة الله ذهب لصلاة المغرب، لا أنسى، وكان من طبيعته إن هو يجلس في المسجد من المغرب إلى العشاء، إما مقرأة وإما درس علم عليه رحمة الله. وبعد العشاء مجلس آخر للفتاوى والأسئلة وما إلى ذلك. المهم الوالد قال لي تعالى ورايا، قلت له ماشي وراك. فأنا نزلت لقيت الأولاد بيلعبوا في الشارع، طفل، فقلت ألعب مع العيال. لعبنا مع العيال، اللعب حلو، نسيت المغرب ونسيت أبويا ونسيت المسجد والدنيا كلها. جار لنا طالع اسمه الحاج أحمد أبو زبيتان، لا أنساه أبدا عليه رحمة الله، ناداني من بين العيال كله، قال لي تعالى. قال لي ما رحتش أصلي المغرب ليه؟ قلت له بلعب. راح رنني ألم، ألم محترم، اسمع المسألة دي، ألم يعني الراجل كان تاجر بهايم وكان إيده دي يعني كبيرة جدا، حاجة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بإيده دي راح رنني ألم حاجة مذهلة. أنا قعدت أعيط، لا طلعت الجامع ولا طلعت البيت، قعدت على السلم قاعد أعيط. المهم أبويا جه قال لي أنت ما جيتش تصلي ليه؟ قلت له حصل كذا كذا كذا، راح ضاربني جوزيني إلام. مش راح قال للراجل انت ازاي صغير وتضربه، مش كان ممكن تخرم ودنه، كان ممكن تعمل ايه؟ انظر لماذا لا يجتهد الناس جميعا في تربية الاولاد. هو الحاج احمد ده ابويا، كان ممكن برضك ابجح، وانت مين تضربني ليه؟ اوعى ازقع حداف البطوق. لا، هي دي المسألة. المسألة ممكن تجد مثلا الإخوة قاعدة وفي ولدين بيضربوا بعض أو بيرفعوا صوتهم، ما لهمش دعوة، الولدين دول ينضم لهم واحد تالت يلعبوا استغماية بقى، ويلعبوا بقى إيه يعني النطة، واحد يوطي كده والباقي إيه طابور وينط. طب إحنا ما وصلناش الكلام ده، ما وصلناش الكلام ده. فلو ان كل انسان اجتهد ان هو يوجه ابناء المسلمين، لان ابنك مش ابنك بس، ابنك ابنك وابننا كلنا، فلابد ان نتشارك جميعا في توجيه الاولاد. ده مسألة مهمة جدا يا اخوان، ولذلك دايما بقول ان التوجيه ما يكونش للاولاد بس، ده التوجيه ينبغي ان يكون لاهالي الاولاد قبل الاولاد. أحد الإخوة بيقول إنك في هناك ولد بيقول له اعمل كذا، أبوه قال له لا خليه جنبي. قول طب بس في اعمل كذا، قال له لا. ده ما ينفعش، ما ينفعش إن أنت تصغر أي واحد كبير قدام ابنك. افترضنا إن أنت مش عاوز إن الواد يقوم من جنبك مثلا، قوم وكلم الأخ بينك وبين، قول له معلش أنا عاوزه جنبي علشان كذا وكذا وكذا، ماشي. وبعدين بعد كده الاخ هو اللي يقول لابنك اقعد جنب والدك، يبقى احنا كده كسبنا حاجات كتير جدا. لكن لما تعمل هذا الموقف بتعلم ابنك قلة الادب وفراغة العين من الناس الكبار، يبقى ما بيكبرش في عينه الا مين؟ الا ابوه بس. لكن اي واحد غير ابوه صغير راس براس. طب ودي طريقة؟ ما ينفعش. فاحنا عاوزين ان احنا يكون عندنا فقه في تربية الاولاد. اياك تصغر اي واحد كبير قدام ابنك، حتى لو راجل كبير ده غلطان،
ما تغلطوش قدام ابنك في جنبه وتكلمه، وتخلي الراجل الكبير ده هو اللي يصحح الموقف، بحيث يبقى انت كده بالفعل ماشي في اتجاه صحيح. فمسؤولية الاولاد مش مسؤولية واحد او اتنين. بعض الاخوة جايين هم وعيالهم، خلاص جزاهم الله خيرا، يعني احنا هنا بنجمع بعض المال عشان نحضر الاكل والبتاع وما الى ذلك، ما كلفنا احدا شيء، واللي عاوز يدفع اي حاجه ما يدفع. يعني واحد بيقول لي انا ادفع كام؟ قلت له ان شاء الله تدفع 1000 جنيه، ان شاء الله تدفع 5000 جنيه، تدفع 100 جنيه، لو دفعت اي حاجه مش هقول لك لا. مش هقول لا. فالاخ جاي مع عياله يقعد ويسيب العيال ويسيب العيال يمرح. ليه الكلام ده بقى؟ انا بفسرها ازاي؟ ان الراجل في البيت واخد باله من عياله مثلا، فهو قال لمراته انا عاوز اعتكف، قالت له بقى بقول لك ايه، لا اعتكف ولا بتاع، عيالك اقعد مع عيالك، شوف عيالك، عيالك كلهم صغيرين قد الهرد، عاوز تروح الجامع خدهم معاك. قال لك خلاص هاتوا، راح جاب شوال كبير ولم العيال وراح شيلهم على كتفه وجابهم. دخلنا الجامع راح فرطهم بقى، يلا زكتك ايه، يلا اتفرطوا بقى. ايه العيال؟ دورات الميه الحنفيه تتفتح، والواد يجري ويرمح ويطير على السلم ويضرب، وابوه ما بيتحركش. ايه المساله دي؟ ما ينفعش يا اخوانا، نحن نريد ان يكون هذا المكان مكان جيد. احنا السنة دي جربنا تجربة ان احنا ما عملناش اي الزام على اي وجه. احنا كل سنة بنحفظ صورة وبنفسرها وبنعمل فيها مسابقات وبنحفظ احاديث وبندرس مثلا رسالة وبيبقى فيها امتحان، قلنا خلي السنة دي سنة ايه مفتوح. لكن ان شاء الله من بعد كده ربنا جعل لنا عمر، هيبقى فيه هناك برنامج في الاعتكاف وبرنامج للكبار وللصغار، والاب هيكون ملزم بعياله. ونعود من النهارده كل اب عياله جنبيه، عياله مش جنبيه ساعه الاكل بس، ساعه الاكل يجيب عياله جنبيه. طب وغير الاكل؟ انهم يرتعون في ارض الله. لا، عيالك جنبيك عند الاكل وعند النوم. انت هتنام ما تقولش بقى انا هنبقى العيال، لا نيم عيالك جنبيك. طب الولد مش راضي ينام، انا يابا مش ليا رغبه في النوم. طب يا ابني انزل كده شوف عيال بيلعبوا، روح العب معاهم. هلعب معاهم ازاي الكلام ده؟ طب ما في هناك ناس عاوزه تنام عشان ترتب وقتها. لما واحد عاوز ينام من الساعه 7 ما ينامش الا الساعه 10، ينام ساعه ونص، يجي ساعه الظهر عاوز ينام تاني عشان هبطاه فينام لغايه العصر. طب بعد العصر في درس صغير، جينا المغرب، الفطار، بين العشاء، المقرأه، ينام عشان يوم يصلي وانتهى اليوم. ده ينفع الكلام ده؟ بسبب العيال. انا بعد كده العيال لو ما نمش وقت محدد، حاجه من اتنين، اما ان ابائهم يضبطوهم واما ابائهم ياخدوا عيالهم يمشوا. احنا عاوزين اليومين الجايين دول يبقى في تركيز شويه. لو اي عيال عامل مخالفات لن يحقق الاولاد، اهاليهم هم اللي هيعاتبوا. اهله مش موجودين، العيال يطلعوا من المعتكف وييجوا وقت الصلاه بس، ولا كم ده غلط يا اخوانا؟ الموافقه كم ده يرفع ايده كده؟ الله ما شاء الله. طيب تمام، توكلنا على الله. احنا بنحب العيال ييجوا ويقعدوا معانا، لكن يقعدهم يتخلقوا بالاخلاق. احنا صبرنا كم يوم دلوقتي؟ دي اليوم السادس دلوقتي، علشان يبقى في تغيير، في تغيير عند بعض الاولاد بالفعل بالايجاب، وفي اولاد مش عاوزين يتغيروا ابدا. احنا مش عاوزين نطلعهم من المكتب فوق. احنا مش عاوزين نطلعهم عشان ابائهم مش هيعملوا زي الحاج احمد ابو زبيتان. خليكم عارفين قصه الحاج احمد ابو زبيتان دي. مش هيعملوا كده. يعني لو ولد مثلا كده انت زقته زقه كده وقلت له عيب او قرصته، ممكن ابوه يقول لك انت بتعمل كده ليه في الولد؟ الولد عنده حساسيه في فيلده، عنده حساسيه في ايده الشمال اللي انت قرصته فيه، والحساسيه دي عملت في جسمه مش عارف ايه ودخلك في مواويل.
احنا عاوزين يا اخوانا ان احنا يعني نترفق مع اولادنا، بس نوجههم، ومسؤوليه التوجيه مش اخ او اتنين، كلنا نشترك في التوجيه، كلنا نشترك في التوجيه، عاوزين كلنا بايد واحده. ماشي حالي يا اخوانا؟ استبينا ولا استوينا؟ استوينا، توكلنا على الله. جزاكم الله خيرا. في هناك اتنين كده سيقولنا بقى المكتب فوق لبعض المناقشه كده ان شاء الله، سناتي بهم بس على غير اعين الناس ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.